السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ولاد الصف الثالث الابتدائي، أتمنى لكم التوفيق. طبعا إن شاء الله بإذن الله نحقق نتيجة حلوة. النهاردة هنعمل تدريبات نحوية، هنعمل تذكر، هذكركم ببعض التدريبات النحوية اللي احنا أخذناها. أول حاجة هي اللام الشمسية والقمرية. احنا عارفين كلنا ان اللام الشمسية والقمرية عبارة عن 28 حرف، 14 حرف لام شمسية و14 لام قمرية. هذكر او هتذكر معاكم حروف اللام الشمسية اللي هي كلهم الاخوات، اللي هي الت والسه والدال والذل والره والزن والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء، بس اخر اتنين هم المختلفين اللي هم اللام والنون. اما اللام القمرية هي الف ب ج ح خ عين غين ف ق ك م ه واو ي. وبرضو عايز أذكركم أن حروف اللام الشمسية تشكل أول حرف بعد الألف واللام بيشكل بالشدة، اللي هي حروف اللام الشمسية. أما حروف اللام القمرية اللام هي اللي تشكل بالسكون، اللام وحروف اللام الشمسية والقمرية ما تجيش إلا مع الأسماء فقط. مثل الشمس، شوفوا أنا لما بنطق الشمس أنا ما قلتش الشمس، انا كلت فيها اللام، تبقى دي لام ايه بالظبط كده، هي لام شمسيه. القمر، انا وقفت عند القمر، اللام عليها سكون والقمر، يبقى انا نطقتها واضحه، يبقى دي لام قمريه. الحيوان، الحيوان انا وقفت برضو عندها، يبقى دي لام قمريه. هنتقل معاكم لحروف المد. حروف المد نتذكرها سوا مع بعض، ألا وهي الألف والياء والواو. حروف المد ما تتشكلش، الحرف اللي قبله هو اللي بياخد حركة المد. لو حرف المد ألف يبقى الحركة، الحرف اللي قبله هياخد الفتحة. لو الياء هيبقى الحرف اللي قبله هو اللي هياخد الكسرة. لو الواو هيبقى الحرف اللي قبله هو اللي هياخد الضمة. مثل تامر، انا مديت في ايه؟ في الالف، خد الحرف اللي قبله التاء، هي اللي خدت حركه المد الا وهي الفتحه. تين، اهو شوفين انا بمد ازاي، تين يبقى الحرف اللي قبله هو اللي اخد الكسره. توت، الحرف اللي قبل الواو هو اللي اخد حركه المد الا وهي الضمه، وده بيسمى بالحرف الممدود. يبقى هو حرف الممدود يا سنه ثالثه هو الحرف الذي ياتي قبل حرف المد مباشره وياخذ حركته. تدريبات بقى، حدد نوع المد. طبي، شايفين انا قلت ايه؟ طبي، يبقى انا مديت في الايه؟ في الياء بالظبط كده. يبقى الكسره هتبقى فين؟ تحت الباء، تحت حرف الباء. ثيران، دي فيها اتنين مد. خدوا بالكم يا سنه ثالثه ان 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 ممكن الكلمه الواحده تشمل على الثلاث حروف للمد، زي مثلا كلمه ماهي نور مثلا تشمل على الالف والواو والياء. هنا ثيران فيها اتنين مد، فيها مد بالياء ومد بالالف. ثي يبقى الث تحتها الكسره، ران يبقى الراء فوقيها الفتحة، يبقى أنا عندي في ثيران اتنين مد، مد بالياء ومد بالألف. ثوم، ثوم مد بالإيه؟ بالواو، يبقى أنا هحط الضمة فوق الثاء. بطيخ، بطيخ، طيخ، شايفين أنا عملت إيه؟ أنا شديت لتحت، يبقى الطاء تحتها الكسرة. باب، الباب، شايفين انا ما مديت ازاي يا اولاد؟ دايما ناخد بالنا من المد، وده بينفعنا كتير جدا في الاملاء. باب، الباء فوقيها الفتحه. حبوب، شايفين انا ضميت بقي، حبوب، يبقى الباء فوقيها ضمه. هننتقل لاسماء الاشاره. اسماء الاشاره هي ان انا اشاور على حد قدامي واقول هذا، هذه. هذا للمفرد المذكر زي ولد وقلم، وهذه للمفردة المؤنثة مثل بنت وكرة.
وكمان احنا عندنا وعارفينها كويس قوي، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء لجمع المذكر، وايضا هذه تستخدم لجمع غير العاقل. جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث، زي ما اقول ايه مثلا، هذه حدائق منسقة، حدائق ده جمع، هذه مدارس جديدة. يبقى انا ناخد بالنا يا سنة تالتة كويس قوي في الامتحان، لو قدامنا الاسم في جمع ومطلوب مني اسم اشارة وجمع غير عاقل، هحط على طول هذه. اما جمع العاقل هقول ايه، سواء مذكر جمع مذكر او جمع مؤنث عاقل بني ادم يعني، هحط على طول هؤلاء. مثل تدريبات زي ضع هذا وهذه، طبيب ماهر طبيعي هنقول ايه، برافو هذا. انا عارفه ان اولاد ثالثه ابتدائي كلهم شاطرين وحلوين وهيعرفوا يجاوبوا على طول. فتاه مهذبه، فتاه تاء مربوطه طبعا، يبقى معايا هذه. قلم جميل، قلم يبقى ده مفرد مذكر يبقى هتبقى هذا. كره كبيره يبقى دي هذه على طول، وانا عارفه انكم جاوبتوا على طول على الاجابات ديت وبسهوله. شكرا لكم يا سنة ثالثة، وأتمنى لكم النجاح الباهر إن شاء الله وتفوق.